هذا أول احتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة 1994 بعد الإقرار ديالها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وبهذه المناسبة مؤسسة دخش للأعمال الاجتماعية تدير هذا الاحتفال لفائدة المغاربة قاطبة والأمازيغ بصفة خاصة، التي تم توزيع من خلالها على عدد من الحلويات بالمناسبة. وكذلك بنفس المناسبة نتقدم إلى السدة العالية بالله بأحر التهاني والتبريكات، ونتمنوا موفور الصحة لجلالته وللشعب المغربي قاطبة. سامعينو الجميع، السلام عليكم ورحمة الله. أسكواس أمينو الجميع أمازيغ نغلان ولا مسلم كله، نتمنى إن شاء الله يكون سكواساس أسكواس إفلوجان غداري مزيغ ولا داري مسلم كله إن شاء الله. ألف لعيب بعد ربي كرارة ضحي دروغ صحتن غلجن ولا لينز، نطلب الله سبحانه وتعالى ألف لعيب إن شاء الله أسكواسا غسد هنوشكات درسي الدخش ديالنا سبب الحد كل جنس منتج أكدود هذا تبارك الله اللي كل السوتلان مشكل الجماهير اللي مش كانين غير الجهتات ولا الجهتات. الحمد لله يسر شقر يفرحني سكواسات اللي مفكاو اللي يقول لي جلاله الملكه الهمه يسكراس النهار نص باش اكيز حتى انت يعني غسان لمازيغن اكيز كاور الفلوجون كيز كين شين كيز سوين كيز كين انت قول لا كين نور كيمن كين تيبسيست كين جميع النوازم اللي سكر ندنا مازيغن غير ديال ناير. نطلب الله سبحانه وتعالى الدعاء في العز سوتلك وسكر ان شاء الله الصحة لهنا. عزول في الله ومازيغن كل ما يتلا راهو تيني الصداتين سكاس امباركي خويا عند ماكيلا سكاس 1974 يا الصدغاتين جايين وسخا تاريخ مازيغ النغ اس احتفال سوس بكاس امينو سوس بكاس نيمازيغ اللي قرا سوس بكاس نتمازيغ يعني واسي يعني العطله اما سوس بكاس نادي كلوتن. نتمنى كل مازيغ دينا كلان هدف لهنا دراح التنميه، وكذلك اليوم هو يوم كبير بالنسبه للمغرب الدوله ديالتنا اللي خدات قرار جري بالسياسه الحكيمه ديال صاحب الجلاله انه اقرار السنه الامازيغيه كيوم وطني مؤدعا اسوة بالعطل السنويه الاخرى. لهذا انه كنتمناو سنه سعيده لكل امازيغ المغاربه بذاتهم، وكنتمناو ان شاء الله بحول الله الصحه والسلامه لجميع المغاربه والتنميه للبلاد ديالنا. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.